بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدين الكرام متابعينا الأعزاء نحييكم بأجمل تحية، تحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. من ميدان الشحانية للسباقات الهجن نصف لكم هذه المنافسات الصباحية مع هذه الأشواط المفتوحة. هجن أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في منافسات السباق المحلي الثالث، وفي صباح هذا اليوم نشاهد معكم منافسات لسن اللقاية. 4 كيلومترات هي المسافة وانطلاقتنا مع الشوط السابع، وشوط خاص بالبكار. نسير إلى مقدمة الشوط لنتابع ونعلن المراكز الخمس، ونبدأ مع حكمة اللي خذت المركز الأول واستفتحت الإذاعة تتقدم بشعار هجن أم الزبار، يضمرها عبد الله بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري، من يقدم انطلاقة حكمة على مقدمة هذا الشوط. بينما في المركز الثاني تتواجد شرح مع ثاني المراكز حاملة لشعار هجن أم الزبار، ويضمرها محمد بن بخيت بن برقان، من يقدم انطلاقة شرح على المركز الثاني بشعار هجن أم الزبار. أما على ثالث المراكز فنتابع هذه شروق القادمة مع إشراقة شمس صباح هذا اليوم في منافسات وتحديات هذا الصباح. من هجن أم الزبار يضمرها حمد بن محمد بن جرحب، من يقدم لنا انطلاقة وتحديات شروق. بينما على المركز الرابع، رابع المراكز، نشاهد التواجد مشاهدين الكرام من قبل محبة اللي وصلت وخذت رابع المراكز. من هجن أم الزبار يضمرها سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس نشاهد الاسم القادم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. هذه الشكلة قادمة في هذه اللحظات لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله الثاني وهادي بن جار الله في متابعتها، ومن يقدم الشكلة على المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الخمسة المتصدرة للمشهد حتى هذه اللحظات في أول ندى في منافسات هذا الشوط. وخلف المراكز الخمس نتابع الأسماء القادمة والشعارات المندفعة في منافسات هذا الشوط. ولكن عودتنا إلى المقدمة، عودتنا للصدارة مع تقدم حكمة على مقدمة هذا الشوط. هذه حكمة من هجن أم الزبار تنطلق بالمركز الأول، ويضمرها عبد الله بن علي بن سلام الهاجري، من يقدم لنا حكمة على المركز الأول، من يقدم لنا حكمة بشعار هجن أم الزبار في صدارة ومقدمة هذا الشوط. تلتها في المركز الثاني شرح من هجن أم الزبار عند الصارم محمد بن بخيت بن برقان في المتابعة والتضمير. بينما في المركز الثالث، في ثالث المراكز نتابع الاسم القادم، هذه شروق اللي تقدمت وبدأت تزيد من السرعة من هجن أم الزبار، حمد بن محمد الجرح من يتابعها. ولكن يا سلام يا الشكلة، الشكلة قادمة مع المركز الثالث في هذه اللحظة لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني وهادي بن جار الله، من يتابع انطلاقة الشكلة على المركز الثالث. المركز الرابع، شاهدوا معنا قدوم الغزيل اللي وصلت من هجن أم الزبار، علي بن سالم الصعاق في المتابعة والتضمير. بدأ يقدم لنا الغزيل، ولكن شعار هجن الشحانية واصل في هذه اللحظات بتقدم وانطلاقة سيادة، والذهبي سالم بن فران المري. هذه سيادة تبغي تتسيد الأمور وتسير مع هذه اللحظات مع هذه الانطلاقة. جاوزنا لوحة الكيلومتر الأخير، الأسماء وصلت والسرعة زادت والإثارة حضرت مع هذه الانطلاقة. يا سلام يا سلام يا حكمة، حكمة 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 بالمقدمة. الله 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 الله، لحظة الاندفاع، وهذه حكمة في مقدمة الشوط من هجن أم الزبار، من تنطلق بالمركز الأول تحمل لأول ندى، ولا زالت على القمة، لا زالت على الصدارة، لا زالت مع البداية. هنا من هجن أم الزبار بمتابعة عبد الله بن علي بن سلام الهاجري. يلا يا أبو علي، من يتابع انطلاقة حكمة. بينما في المركز الثاني سيادة قادمة، سيادة واصلة ما شاء الله من هجن الشحانية مع الذهبي سالم فراني المري. شوف المنافسات في اللحظات الأخيرة، ورباعية ذهبية بتواجد الشكلة على المركز الثالث تتقدم هنا لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله الثاني. هادي بن جار الله في المتابعة، وهناك شرح من هجن أم الزبار، محمد بن بخيت بن برقان
ولكن الصدارة سيادة مع المركز الأول. سيادة 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 من هجن الشحانية. يا السلام، اللحظات النهائية ثلاثية ما بين سيادة وشكلها وشرحها، اللحظات المثيرة. ولكن شرح 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 اللي جاوزت، سلام هجن أم الزبار، سلام. هذه شرح من انتزعت ناموس هذا الشوط مع الصارم اللي قدم لنا شرح بأداء كبير. تهانينا لهجن أم الزبار وتهانينا لمضمنها محمد بن بخيت مبرقان. بينما ثاني المراكز، من وصلت في المركز الثاني سيادة من هجن الشحانية مع الذهبي سالبو فاران المري. الشكلة من وصلت ثالثا لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني بمتابعة هادي بن جار الله. بينما في المركز الرابع كان الوصول من شف من هجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. وخامس المراكز من وصلت مسيكة من هجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. هذه نتيجتنا مشاهدينا الأعزاء. متابعينا الكرام، شاهدنا الاندفاع في اللحظات الأخيرة، إلا أن شرح كانت البطلة في منافسات هذا الشوط، قاطع مسافة الأربع كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق و7 ثواني 58 جزء من الثاني. تهانينا لهجن أم الزبار وتهانينا لمضمنها محمد بن بخيت بن برقان. بينما ثاني المراكز وصلت سيادة في 6 دقائق و8 ثواني 40 جزء من الثاني. تهانينا لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. بينما ثالث المراكز كان مع الشكلة وتوقيت الشكلة هو 6 دقائق 8 ثواني 82 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني، وتهانينا لمضمرها هادي بن جار الله من قدم الشكلة على المركز الثالث.